انا مش شاطر قوي في الجامعه الصراحه. قعدت اقول 4 مرات، بقالي 5 سنين في الجامعه لحد دلوقتي لسه في سنه تانية. ممكن يبقى عندي تاني يوم امتحان الصبح وبنزل عادي، مفيش مشكله، واخرج واتفسح واروح واجي عادي يعني. ما بقدرش نفسي في البيت عشان انا عندي امتحانات مثلا او كده، لا قشطه عادي. مره في ثانويه عامه كان عندي امتحان ونزلت، كان امتحان تاني يوم، كان امتحان اخر السنه، وعادي نزلت، كان في حفله ونزلت رحت حضرتها عادي وما فتحتش اي حاجه يعني. ممكن اروح العب بلاي ستيشن، ممكن انزل مع اصحابي في الشارع، ممكن اروح احضر عيد ميلاد واحد صاحبي عادي، انزل اتمشى مثلا، اقف مع الشباب مثلا نهزر شويه وبتاع، واطلع اكمل مذاكره تاني كده يعني. مش مستاهل ان انت تبقى قاعد تخانق نفسك او موتر نفسك، عشان التوتر ده اساسا هيأثر عليك بعد كده.